بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائي. هنعمل البطاطس دي جميلة خالص، وبصراحة طعمة وخفيفة وبتعجب لو عندك حد يعني أطفال وكده بتعجبهم، وسهلة قوي في التقديم. إن شاء الله تكونوا طيبين. شاركوني بالفيديو. كل سنة وانتو طيبين حبايبي. هنقور البطاطس ونحتفظ بالقلب بتاعها، عشان هنحطه في الصينية من تحت البطاطس، وهنضيف له طماطم وهيتاكل، وشوية لحمة مفرومة عليه وهيتاكل وهيبقى كويس. فاحنا هنحتفظ بالقلب كويس. هنحتاج طاسة، نحط سمنة، وهنحتاج لحمة مفرومة للحشو. هنحط بصلة في الطاسة، وبعدين نخلي فصين الثوم بعد ما نضيف طماطم عليها، معجون عليها شوية معجون طماطم ومكعب ماجي وفلفل اسود وملح، ونظبط. هنحط البطاطس تتحمر في طاسة تانية، نص تحميرة كده. هنضيف القلب بقى للطماطم، ونحتفظ بشوية طماطم كده لوحديهم، هنستخدمهم دلوقتي. وهنفرش الصينية بالبطاطس، بقلب البطاطس دون، ونجيب اللحمة المفرومة بقى، ونقعد نحشي البطاطس دي. بس ابقوا حاسبوا على ايديكوا، او سيبوها تبرد شوية ما تروح قليها في الزيت. طعمها بصراحة جميل مع شوية رز مصري كده بالشعرية، أو رز بسمتي، وهتاكلوا صوابعكم وراها. أكلة ما بتاخدش تعب وسهلة، وتعجب أي حد كبار وصغار. هنجيب الطماطم اللي شلناهم، نحط عليهم شوية مية كده، نص كوباية ولا حاجة، ونرش فيها الصينية كلها والبطاطس، عشان وشها كده يحمر وتبقى حلوة، مش تبقى بيضة. هغلفها بالقصدير واحطها في الصاجة من تحت في الفرن، وما بتاخدش تلت ساعة، ووطي النار مش تعليها، هتطلع حمرة وجميلة بألف هنا والشفا. يا رب اشوفكم دايما كلكم بخير وطيبين اعزائي. اوعوا تنسوني اشتركوا رجاء، انا جديدة.